هذه المكاسب الكبرى التي حققناها، فالنزاعات المسلحة أصبحت أكثر تعقيدا وزمنها يطول أكثر مما مضى، وإخفاق الحكم دفع بالمجتمعات إلى ما وراء شفير الهاوية، والتطرف هدد اللحمة الاجتماعية وتحديدا تلك هي الاستجابة التي يسعى إليها المتطرفون العنيفون ويرحبون بها، ونرى التداعيات المأساوية نصب أعيننا، أكان أمام أعيننا، أكان في اليمن أو ليبيا أو العراق أو أفغانستان أو الساحل أو منطقة بحيرة تشاد. وفي عالمنا اليوم فإن النزاع في سوريا يحصد أكبر عدد من الأرواح ويزعزع الاستقرار على أوسع نطاق، والحل ليس بعسكري، فكثيرة هي المجموعات التي قتلت أبرياء كثرا، ولكن لا أحد قتل مثل حكومة سوريا التي لازالت تقصف بالبراميل المتفجرة الأحياء وتعذب آلاف المحتجزين منهجيا، فضلا عن آلية الحرب التي سادتها على أيديهم ملطخة بالدماء. وفي قاعتنا اليوم ممثلون عن حكومات تجاهلت ويسرت ومولت وشاركت، لا بل حتى خططت أو اقترفت الفظائع التي اقترفتها سائر الأطراف في نزاع سوري ضد المدنيين السوريين. وعندما نفكر بأن الحرب لا يمكن أن تتدهور أكثر، نرى أنها تتدهور أكثر فأكثر. يوم أمس شهدنا هجوما وحشيا مقيتا يبدو أنه متعمد على قافلة مساعدة الهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة، وهو المثال الأخير عما أقوله. والأمم المتحدة اضطرت إلى تعليق قوافل المساعدة نتيجة هذه المشكلة، والعمال الإنسانيون الذين يوصلون المساعدة التي تنقذ الأرواح أبطال، ومن قصفهم جبان. مساءلة عن الجرائم لابد منها، وأدعو من يتمتع بالنفوذ إلى إنهاء القتال وبدء المحادثات. لقد أنا أوان المرحلة السياسية الانتقالية، فبعد سوء الحكم وبعد عنف شديد لا يمكن أن يتعلق مستقبل سوريا بمصير رجل واحد. منذ عام رفرف علم فلسطين بكل فخر في مقر الأمم المتحدة، ولكن آفاق حل الدولتين تضمحل يوما بعد يوم، والاحتلال دخل عامه 50، وبصفتي صديق الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في آن، يؤلمني أن هذا العقد الماضي كان 10 أعوام خسرناها ولم نحقق فيها السلام، 10 أعوام هدرناها في التوسع الاستيطاني غير المشروع وفي الشقاق الفلسطيني الذي زاد من القطبية واليأس. إنه لضرب من دروب الجنون، والاستعادة عن حل دولتين بتشييد دولة واحدة مصيره العدم، أي حرمان الفلسطينيين من حريتهم ومستقبلهم، ودفع إسرائيل بعيدا عن نظرة الديمقراطية اليهودية إلى عزلة عالمية أكبر. وفي شبه الجزيرة الكورية فإن التجربة النووية 5 التي أجرتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هددت مرة جديدة الأمن الدولي والإقليمي. وفي هذا الوقت فإن معاناة الناس ومقاساتهم تتفاقمان، وأحث قادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تغيير مسار تصرفهم والوفاء بالواجبات إزاء شعبهم وإزاء أسرة الأمم. وفي أوكرانيا تسبب العنف باضطراب داخلي وبتجدد التوتر في أوروبا وأعاد أحياء الخصومات الجيوسياسية. وفي جنوب السودان فقد خذل القادة أيضا شعبهم، وبالفعل في أماكن كثيرة نرى قادة يعيدون صياغة الدساتير ويتلاعبون بالانتخابات و
ينتهجون خطوات يائسة أخرى حتى يتمسكوا بالسلطة، وعلى القادة أن يدركوا أن منصب القيادة مسؤولية تستودعهم إياها الشعوب وليست بملكية شخصية. ورسالتي إليكم واضحة، أخدموا شعوبكم، لا تحرفوا ديمقراطية عن مسارها، لا تبددوا موارد بلدكم، ولا تسجنوا من ينتقدكم ولا تعذبوه. أصحاب السعادة، حققنا يوم أمس تقدما كبيرا في مساعدة الناس على إيجاد ملاذ بعيدا عن النزاع والطغيان. وأعلن نيويورك بشأن المهاجرين واللاجئين يشق السبيل إلى إنقاذ الأرواح وحماية حقوق الملايين. يتعين علينا جميعا النفي بما قطعناه من وعود، وغالبا ما يصطدم اللاجئ والمهاجر بالحقد، والمسلمون تحديدا يستهدفهم التنميط والريبة التي تذكرنا بالماضي الأليم. وأود أن أتوجه إلى القادة السياسيين والمرشحين قائلا، لا تخوض غمار الحسابات السياسية الخطرة المتهكمة التي تحصد الأصوات عبر تقسيم الناس وعبر زرع الخوف. يتعين على العالم أن يقف في مناهضة الأكاذيب وتحوير الحقائق، وأن يدحض شتى أنواع التمييز. ويتعين علينا أن نعالج ما يجبر الناس على التنقل من مكان إلى آخر، أي الاستثمار في منع النزاعات والدبلوماسية الصبورة. ومع تزايد الطلب على حفظ السلام، يتعين علينا أن نواصل تعزيز عمليات السلام من أجل مساعدة البلدان على ضمان السلام وضمان دوامه. ويشجعني أن الجمعية العامة اعتمدت خطة العمل من أجل منع التطرف العنيف، ومن شأنها أن تساعدنا في مواجهة محركات النزاع، مسببات النزاع. وفي ميانمار دخلت المرحلة الانتقالية مرحلة واعدة جديدة، وفي سريلانكا تعمقت جهود التعافي ما بعد الحرب. وفي البلدين فإن المصالحة الحقة تستند إلى التأكد من أن سائر الجماعات، الأقليات والأكثرية، على حد سواء جزء من تشييد وحدة جديدة، اتحاد جديد. ويوم الاثنين المقبل سأذهب إلى كولومبيا حتى أشهد توقيع اتفاق سلام ينهي أحد أطول نزاعات العالم، نزاعات المسلحة. ستدعم الأمم المتحدة الشعب الكولومبي في كل خطوة يخطوها، وإنه لتطور حميد نشهده أيضا في قبرص من خلال المضي صوب التوصل إلى اتفاق لندعم التقدم والحلول التي أصبحت في متناول اليد الآن. حضرات السيدات والسادة، أنتهز هذه الفرصة لكي أعرب عن أسفي إزاء حالتين مستا بسمعة المنظمة، لا بل أسوأ من ذلك، ألحقت صدمات كثيرة بسكان يفترض بنا أن نخدمهم. أولا، أعمال الاستغلال والعنف الجنسيين المروعة التي اقترفها بعض حفظة السلام وموظفون آخرون في الأمم المتحدة، وأدت إلى تفاقم معاناة السكان الذين يتخبطون أصلا في نزاع مسلح، وقودت الجهود التي بذلها عاملون أمميون كثر في العالم. ولا يمكن أن يتحول الحماة إلى مجرمين أيا كانت الظروف. ويتعين على الأمم المتحدة والأمانة أن تضاعف جهودها من أجل تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا، وتعزيز هذه السياسة في المنظمة. ثانيا، شهدت هايتي امتحانات كثيرة، فبعيدة زلزال مدمر ألمت أزمة الكوليرا بالبلاد، و
أشعر بأسى وألم شديدين إزاء المعاناة الكبرى التي اجتازها الشعب الهايتي بسبب الكوليرا، ولابد من استراتيجية جديدة من أجل التخفيف من المأساة وتحسين ظروف المعيشة. ونحن مصممون بعزم على الاطلاع بهذه المسؤولية الأخلاقية على المدى الطويل، وحاليا نعد طائفة من تدابير تقديم المساعدة إلى الأكثر تضررا، ونضاعف جهودنا من أجل إرساء أنظمة وطيدة تزود البلاد بالمياه والإصحاح والصحة، وهي خير خطوط دفاع ضد الأمراض على المدى الطويل. ولن نحقق هذه الغاية من دون دعم سياسي ومالي تقدمه الدول الأعضاء بلا تردد. وسأعطيكم إيضاحات إضافية لاحقا بشأن هذه الاستراتيجية. فلنوحد جهودنا من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطعناها إزاء الشعب الهايتي. أصحاب السعادة، سأتطرق سريعا إلى عدد من المجالات الأخرى التي آمل بأن تتصدر دوما أولويات الأمم المتحدة. أعتد بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أبصرت النور في خلال ولايتي، وأصبحت اليوم أول من يناصر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سعيا إلى عالم فيه تحتل المرأة نصف الأهمية التي تحق لها. وقد عينت في مناصب رفيعة المستوى نساء أكثر من أي من أسلافي، ويسرني أن أطلق على نفسي تسمية المدافع عن النساء. النساء يحتللن نصف السماوات، ولابد من هنا من أجل الوفاء بأهدافنا. علينا أن نحسن استخدام قدرات المرأة غير المستغلة على أكمل وجه، ويتعين علينا أن نتعدى مجرد إنهاء التمييز والعنف المزمن ضد المرأة، حتى نمضي قدما بمشاركة المرأة في صنع القرار، وحتى نضمن أن كل فتاة تعيش انطلاقة في حياتها تستحقها في نهاية المطاف. وأنا من أبرز مناصري حقوق الجميع بغض النظر عن الإثنية أو الدين أو التوجه الجنسي، وآلية حقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الطليعة، آلية تضع حقوق الإنسان في الصميم. فحقوق الإنسان ركائز المجتمع وتعتبر العنصر الذي يتصدى للتطرف العنيف واليأس، وقد ارتقينا بمستوى دعمنا في سياق المسؤولية عن الحماية، ولقد قطعنا شوطا طويلا في مكافحة حكم الإعدام. وأيضا نذكر باتفاقيات معلمية اعتمدتها المحكمة الجنائية الدولية وسواها من الهيئات من أجل المضي قدما بالمساءلة، لكن علينا أن نبذل المزيد من الجهود من أجل الوقاية من الإبادة وسواها من الجرائم المروعة. ويعتبر المجتمع المدني أساسيا في هذه الجهود كافة، وأدعوكم اليوم إلى مناصرة أعطاء المجتمع المدني والإعلام المستقل حيزا أكبر، وعدم السماح بقمع الحريات، حريتي التجمع والتعبير تحديدا. في السنوات الأخيرة حققنا تقدما كبيرا في مجالي التعليم والصحة، وقد قضينا تقريبا على شلل الأطفال، ويزداد عدد النساء اللواتي يبقين على قيد الحياة بعد الولادة، والأطفال يذهبون إلى المدارس ويعيشون فترة أطول في ظروف أفضل. وقد اعتمدنا معا تدابير من أجل احتواء وباء الإيبولا،
وقد ساعدت هذه التدابير في تعزيز جهوزيتنا في حال طرأت ظروف صحية شبيهة مستقبلا. وقد عمل تجمع تكتيكي العالمي بشأن الصحة على هذا الموضوع، وذكرنا بضرورة توخي الحيطة قبل احتلال الأوبئة عناوين الصحف. ولقد تقدمت مراقبة الأسلحة الفتاكة بفضل اتفاقية قذائف العنقودية ومعاهدة تجارة الأسلحة والعمل الفعال الذي شن ضد الأسلحة الكيميائية، وعسانا نستفيد من هذا الزخم حتى نقترب من هدفنا الأقصى ألا وهو القضاء على الأسلحة النووية نهائيا. وقد سمحت القمة العالمية بشأن العمل الإنساني بتعزيز عمليات الإغاثة من أجل توجه صوب الوقاية والصمود والتخفيف من الحاجات، ونحن نستفيد كما لم نفعل في أي وقت مضى من طاقة الشباب، خاصة بفضل عمل مبعوثي الخاص الأول المعني بالشباب والمبعوث الخاص الجديد بشأن عمالة الشباب. وأما الشركات مع القطاع الخاص فقد تضاعفت، ونحن نشجع الشركات على اعتماد ممارسات مسؤولة تعتبر الأفضل من أجل المجتمع والعالم. وقد حققنا تقدما هائلا أيضا في مجال تكيف المنظمة مع واقع القرن 21 وإصلاحها. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، إن التقدم المستمر سيكون مطلوبا. تكيف المنظمة مع واقع القرن 21 وإصلاحها. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، إن التقدم المستمر سيكون مطلوبا وسيستدعي آفاقا جديدة من التضامن. أحيانا نكون نحن أشد